هيستخدموا روسيا ضد الغرب، اللي هو الغاز، وان لو انقطع نظام السويفت المالي مش هيقدروا يرسلوا اموال الغاز ده، فبالتالي روسيا مش هترسل الغاز لاوروبا، ان روسيا بتدور على بدائل لارسال الغاز في دول تانية للاسف هي حليفه ايضا لروسيا، سواء في الدول العربيه او غيرها. طبعا حضرتك يعني حرب الطاقه هي دي، ده النوع الجديد، ده اللي بيدخل يعني او بيضع تموضع جديد لمصر في الخريطه الاستراتيجيه، ان انت يعني في حب جيد جدا لموضوع الطاقه تستعمليه برصانه. يعني مصر عندها سياسه رصينه عاقله. طبعا الغاز بالذات ده انت مش هتقدري ان انت ما طلعهوش، يعني ممكن انا ما طلعهوش، لكن هو في النهايه ده مصدر اساسي للثروه في روسيا. فعمليه ان انت يكون عندك عقوبات اقتصاديه مع ان قادره مش قادره برضه ايه؟ بقول الخليج عمل كده في حرب اكتوبر، رفع فكره استخدام السلاح ده او استخدام البترول. انا قلتها دي حضرتك يعني كانك سمعتيني. انا قلتها قبل كده ليه؟ قلت انه النفط ارتفع بعد 73 وهيرتفع الان، وحتى نظره امريكا مش بس للساحل، نظره امريكا للمنطقه عندنا بعد ما كانوا بيقولوا لا خلاص احنا هنطلع بقى ومالناش دعوه بيكم ومفيش اي قواعد للاشتباك على الارض العربيه، احنا هنبقى بس مجرد مستشارين او متوجهين لكن بدون قواعد اشتباك. هو دلوقتي هيعيد النظر في الموضوع ده، هو هيعتقد انه منطقه الشرق الاوسط لا زالت هي المصدر الاساسي للطاقه، وبالتالي عليه ان هو يعيد النظر في الاندماج مره اخرى مع يعني الدول اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط، وده هيفرز سياسه امريكيه جديده ناحيه المنطقه. مش هقول بقى ان هيكون فيها بعض التغاضي عن بعض السلبيات، ولكن في النهايه هيكون في يعني نظره مختلفه عن ما تم بعد افغانستان. وليه بلاش افغانستان؟ عليك مش فاكره لما كانوا بيقعدوا يقولوا احنا عندنا الاحتياطي بتاعنا، الامريكان كانوا بيقولوا كده، لكن بايدن في كلمته كان عنده هم اساسي وهو انه مش عايز الانسان الامريكي يقف في طابور عشان يملى عربيته بنزين. ده على طول ده بيدي مؤشر ان انت بتبص لمنطقه الشرق الاوسط مره ثانيه، والا ما انت عندك، طب انت قلت ان انت عندك احتياطيات كبيره جدا وممكن تستغنى عن الشرق الاوسط. لا، هو رجع تاني دلوقتي ايقن اهميه المنطقه دي من الناحيه الاستراتيجيه ومن ناحيه تاثيره على وضعه الداخلي هناك كناشئين. لما يقفوا طوابير في محطات البنزين انا اعتقد ده بيؤثر على شعبيته، وخاصه ان احنا عندنا كمان 6 اشهر تأكيد نسبي لأعضاء الكونغرس هناك.